يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا للفقره الطبيه يلي بتهم كثير اشخاص عم بيتابعونا لصحتنا وصحه اطفالنا وصحه الاشخاص يلي بيهمونا. كثير من الاشخاص بيكون اكلهم قليل، اما يعني لانهم هيك هن بطبيعتهم ما بيحبوا الاكل، ما بعرف شلون ظابطه معهم طبعا، او لانهم بيشتغلوا لفترات طويله فبيبقوا على وجبه واحده وما بتذكروا ياكلوا كل نهار، هيك اخر شيء لقمتين بيكون معدتهم ما بدها تتقبل الاكل، فبصير عندهم رده فعل. الجسم يمكن بخليهم يلجأوا لاسرع حل وهو المكملات الغذائيه اللي نحن بنفكر حالنا وقت ناخذها عم نعوض كل شيء فقدناه عن طريق الاكل. صحيح، وقد ما بنلاقي يمكن رغد في اشخاص يمكن ما عاد بقى يعتمدوا على الاكل بقدر ما عم يعتمدوا على المكملات الغذائيه من دون اساسا ما يحددوا شو هو الشيء اللي ناقصهم بالتحديد، وبيفكروا انه خلص هن بهي الحاله حلوا الموضوع. هلا شو الصح وشو الغلط؟ هذا الشيء ما بنقدر نحن نقرره، او هل فعلا المكمل الغذائي ممكن يكون بديل عن وجبه الطعام؟ الاكيد انه الاخصائيين هن يلي حيكون كل لهم كلمه الفصل وهن اللي بيقرروا هل هي الاسئله او التصرفات صحيحه او غلط. معلومات كثيره وتفاصيل اكثر رح نعرفها مع اختصاصيات التغذيه ثواب الغبره يلي صارت معنا بالاستوديو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير، نورتينا واهلا وسهلا بحضرتك. يعني عم نحكي عن موضوع تحت الهوى ما سكتنا، ونحن نسألك هل فعلا المكملات الغذائية اليوم بتعوضنا عن الأكل الطبيعي بشكل كامل؟ هل فعلا أنا بقدر أكل هاي الوجبة بالنهار بعد يوم تعب طويل؟ على فكرة المشاهدين بيعرفوا أنه كلمة لا هي أهم جواب لهيك قصة. طبعا لا، مكمل غذائي من اسمه هو عبارة عن يعمل عندك يا تعويض لنقص بسيط بهالقصة هاي، بس مو أبدا يعني بيعوض عن الغذاء السليم. هلأ العالم المكملات الغذائية انتشر هلأ وكل ماله عم يزداد، لأنه عم تتنافس الشركات الصيدلانية، لأنه هو صار بزنس مهم وللشركات الأمور هاي. لكننا نعرف أنه نحن ما نفوت بالمحيط الهادي تبعهم، يعني حتى ما تأخذنا التيار لأراني أخرى. نعم. عالم المكملات الغذائية عالم كيميائي بحت، على الرغم أنه ممكن ناخذ بعض المكملات الغذائية من مصادر طبيعية، لكن كون الكونسنتريشن تبعه عالي فنحن منخاف بكرة على الأمعاء الدقيقة تتعود على التركيز العالي وتوصل لشيء اسمه تركيز بالمصادر الطبيعية، ما تتعود على الامتصاص السهل لهي الأمور هاي. فلذلك نحن منقول كيف أنت عندك مثلا طفل عم تربيه بدك تعرضي له شيء اسمه تحديات، التحدي عندي هو اللي بينمي له مهارة معينة كمان الأمعاء الدقيقة، وتوصل له كل شيء على البارد المستريح بفوت بقى بكره مع خمول. سوء الامتصاص مو فقط هو عبارة عن مرض، كمان لكسل اسمه عالم المكملات الغذائية. شيء ثاني الأخطر شيء بالعالم المكملات الغذائية بدخلوا لك كذا فيتامينز فيه، كذا معدن مينرالز، هدول بيعملوا تداخلات فظيعة بين بعضهم البعض، تنافسية عالية، يعني لكل واحد في له وسط امتصاص، لكل واحد له أنزيمه الهاضم، هالأمور هي كلياتها له الحمال تبعه، هي المشكلة فيها. شيء ثاني في عنا شوية تدني بثقافة أي مكمل غذائي نقي، يعني هلا مثلا نحن بعالم الكيمياء بالنسبة لنا المركبات اللا عضوية هي أصعب امتصاصها بالأمعاء الدقيقة من المركبات العضوية. شو يعني هالكركبة هي كلياتها؟ يعني على سبيل المثال مكملات الغذائية تبع الحديد، إذا أنا فتحت بس المكون أنا شفت مثلا كبريتات الحديد ولا جلوكونات الحديد، جلوكونات هي مادة عضوية، أما هلا اللي ما عنده ثقافة شوي بالكيمياء وهالأمور بيروح ما بيتفرق، كتب له أي واحد عندي إياه دواء حديد دكتوره ومشي أخذها، قال له الصيدلاني هذا بديل هذا كمان مكون حديد. امتصاص المركب اللي فيه القسم العضوي بجسمه للإنسان 3 أضعاف عن المركب اللاعضوي. فلذلك أنا كل ما أنا نقيت منتج أصح لإلي عندي إياه بحيث إني أنا خفف جرعة المكمل الغذائي وقلل آخذ فائدته أكثر ما آخذ آثاره السلبية، هي كمان أفضل. بتريح. الشيء الثاني عالم المكملات إلها نوعين من الطرح، طرح كبدي وطرح كلوي. أنا إذا كنت عم باخذ مثلا شيء ناقصي ومعه مكونات أخرى مجيدة للكبد أو الكلى كمان له جرعة سمية، يعني هاي ثقافة المكملات الغذائية كثير نحن شوي ضحلين فيها، شاطرين نبلبع فيها ما نقرا النشرة. صحيح. مو غلط إني أسأل طبيبي إنه هلا هذا أنا إنساني عم باخذ مكمل غذائي، مكملات فيتامين دال، مكملات فيتامين بي،
لقيت وزني شوي زاد عليهم شوي، انتبه مو استنى لخلص اربع كورسات انا اشتغل بعبئهم الاطراحي ويقعدوا بجسمي وسبتولي اشياء انا مالي فيها. نعم. بحيث انا بقدر اخذها من مكون غذائي بسيط، انا احمي جسمي واعصابي وظهري من الوزن اللي عليها. حبه فيتامين بتخص هذا الفيتامين ناقصني بدل ما اخذ كل هي المجموعه وفر حالي كل هذا التعب. هلا حبلش باهم الاخطاء الشائعه، اي مكمل غذائي بيحتوي مكمل عندي عناصر فيها كالسيوم وزنك بدي انتبه. هلا بناخذ مكملات الزنك للاظافر والشعر كثير. اي مكمل غذائي في معه كلس اساسا لانه بيجوا على عيادتك بيفرطوا لك هالادويه هي قدامك، بتحسي حالك انه صارت المعده معمل كيماوي. صراحه اليوم في كثير من الاشخاص بتلاقيهم بيعتمدوا بكثير من الاوقات انه انا مثلا رحت على الجيم المدرب قال لي انه احنا عندنا المكمل الغذائي كذا او كذا او كذا احنا لازم ناخذه. بصراحه الشباب كثير يا لطيف اليوم الشباب كثير عم نلاقي عن جد عم ياخذوا هي المكملات الغذائيه من دون لا وعي ولا ادراك، وما فينا كمان نقول انه الصبايا. شكرا لك على الملاحظه. ولا بالجيم او حتى الجيران او اليوم مثلا امي عم تاخذ انا وبيوزعوه على بعضهم مثل الملبس، هي يعني ما عم في ايد الفئه يعني هي ما لها شوكولا او ملبس. رغم انه مو حديثي بالمكملات بالنسبه للجيمات للشباب بالذات، يعني نداء من اخت لاخواتها الصغار، يعني رجاء المكملات الغذائيه تبع النوادي الرياضيه، رجاء رجاء شخصي، عم تضرب خصوبة الشب، عم تضرب البنية العضلية تبعه، عم تضرب القوة العصبية، عم تحمل العضلة كتلة أقوى أكثر من عصبة، هي عم تعمل دمار شامل على إنتاج التستوستيرون بالخصية، عم تعمل دمار شامل لهرمونين اسمه الـ FSH والـ LH عنده، خصوبته مضروبة، يعني نداء أساسي. الأهل عم يشوفوا أولادهم عم ياخذوا هالمكملات، ما بتتخيلي أنا بلاقيها مثل تجارة الأعضاء. عم تضرب خصوبة الشباب بالذات عم يتناقلوها بشكل غير. وقد عم نسمع حالات وفاة اليوم بسبب هاي المكملات الغذائية؟ شو الشروط يلي مستقبله يعني هو ما منتبه هلأ بعدين تعي يعالج هالقصة هاي. هلأ أنا شروط نحن نعتمد عليها بتناول المكملات الغذائية؟ لك استشارة لك نحن أمة اقرأ اقرأ لك يا عمي انت وقت بدك شغلة بتجيبها من آخر دين جوجل تبع لك اقرأ عنا افتح النشرة انت مثقف ما شاء الله بتحكي بثلاث لغات صرت ما فيها مشكلة افتح المكونات شوف شو بتعمل هي على المدى البعيد شطارة انك انت زادت كتلتك العضلية بعبارة عن 20 يوم انت تفرش وفوتت على جسمك بعدين شو بيقولوا لك بالنوادي عنا مستحضرات ما ننظف جسمنا منها لك افشل منها هي افشل منها يعني دمار شامل للكلاوي للكريات يعني ما نداء خاص لوحدة إنسانة بدها مصلحتكم يعني هذا الحكي التداول هذا من دون ما أنت تعرف شو عم تفوت على جسمك لا تفوتها. هلأ نرجع للمكملات برجع بقول من الأخطاء الشائعة وجود مكملات الكالسيوم والزنك بدنا ننتبه مع بعض. مكملات الحديد نروح على المكون العضوي لامتصاص الحديد حتى ما يصير عندنا تعب على المعدة وزيادة وزن. مكملات الشعر والأمور هي كلها والأظافر نحاول ناخذها صباحا. مكملات اللي فيها فيتامين دي نحاول بعد فترة أخذها بمباشرة ناخذ مواد زيتية لسرعة امتصاصها. أي مكمل غذائي حدث معي فيه زيادة وزن غير مسبقة وأنا أكلي ما تغير فيه ولا أي شيء وحسيت انفتح على الشهية نحاول ما نساويه يوميا أو مثلا نخفف جرعته عنا إياها ونشوف نسأل هذا شو عم يعمل بالنسبة لنا. بعض المكملات الغذائية تبع فيتامين بي بتحب السوائل لكن حجم فتح الحيز الحجمي لكمية الطعام وهالأمور هي فيما بعد ما بتعود بيشبعني الصحن اللي كان أنا مشبعني من قبل لاقيس حالي أنا عم بتدرج بزيادات أخرى. في مكملات غذائية غير مناسبة للناس اللي عملت عمليات المعدة. نعم. هلأ المكملات الغذائية أنا بلاقي امتصاصها بعد عمليات المعدة ما بتتجاوز 10 إلى 20%. لذلك نحن عنا التغذية الوريدية اللي هي المكملات عن طريق الحقن بالوريد هي أفيد وأحسن غاصة لا فيتامينات بي12 ولا فيتامينات دال. يعني أنت اللي عم تاخذهم هدول الحبوب فولسي يعني عم تعبي بس فقط عم تنشط البكتيريا السيئة بالأمعاء فعم يصير تخمر. يعني بدك تنتبه إنه كمان كثرة المكملات الغذائية بتنشط البكتيريا السيئة
لازم اعرف اذا انا اخذت مكمل غذائي وانا تضايقت منه من المكملات الحديد او فيتامين بي، في عنا عمليات تخمر لانه طرحهم بيكون بالكولون. في ناس كثير بينزعجوا من مكملات الحديد. طيب دكتوره، في سؤال كثير بهم اشخاص يمكن هن باللايف ستايل تبعهم بيعملوا هي القصه، انه في ناس بتاخذ فيتامين كومبلكس يلي هو فيه كالسيوم وحديد وفيتامين دي وكل القصص مع بعض، فانت بتفضلي انه الواحد ياخذ مكملات الغذاء تكون عناصر لحالها مو انديفيدجوالز، وبوقتها مثلا شيء على الفطور، شيء بعد الغداء، شيء قبل النوم، مثل الاوميجا 3، مثل الدي، مثل الفعل العلبه. بس الفعل العلبه يوم بتشوفي فيتامين اي مثلا مع فيتامين بي اعتبري هذا المنتج فاشل، لانه الاوساط امتصاص الفيتامينات الدوابه بالاوساط الدسمه غير الاوساط الدوابه اللي عندي اياها بالاوساط المائيه. هذول اثنين تواجدوا مع بعض اعتبريها هي شركه ماركه تجاريه، يعني بتفضلي كل واحد لحال ولا حيفوت شيء منهم، يا اما في بيصير عندها يا مشكله امتصاص فيها انا اخذتها ودفعت حقها وفوتها على جسمي، وانا نشطت بس عمليات التخمر بمنطقه الكولون. الفكره اللي بدك تعرفي انه في لكل فيتامينز في عندي عامل امتصاص له، في عندي جو حمال له. هلا في كثير اشياء عندك يا فيتامين د مثلا تلاقي مع فيتامين مثلا مثل فيتامين سي يستحيل يكونوا موجودين حتى بالمصادر الطبيعيه تبعهم، رب العالمين ما بيخلق لك هلا الفيتامين سي موجود بالاوساط المائيه، نحن بس حبه واحده بدك تلاقي حبه السحر تبعنا. الفكره الاساسيه اي انسان تعود على اي مكمل غذائي مثلا، هلا غير المكملات الغذائيه بدنا نروح على المعادن، المعادن لها كمان قصصها وتداخلاتها. هي اي مكمل غذائي حسيت حالك انك مرتاح عليه بتقطعه بالشهر اسبوع حتى يبلش جسمك يتصرف بالمنطقه الطبيعيه. شيء ثاني، في مكملات غذائيه انا عم حاول شجع عليها، هي مكملات اللي ما تحتوي على مضادات الاكسده. مو كل شيء بجسمك بحاجه انه عندك يا يعني مكمل غذائي انا شو ناقصني. انا بالنسبه لي في شيء بيعمل حيوي عمليات تنقيه تنظيف للكبد، مثل عندي يا مثلا في مكونات اسمها الجلوتاثيون، هذول مضادات اكسده رهيبه، يعني بتعمل جماليه بالبشره، بتعمل عندي اياها معلش بنقرا عنها وهي سبحان الله ما بتتلاقى عندي اياها احسن من 100 مكمل غذائي بلاقي عم سفسفه وانا ما عم لاقي شيء صح فيه. هلا طبعا الفيتامين سي مضاد اكسده رائعه جدا، بس نحن انا بشجع فيتامين سي موجود بيوفره بالمصادر الطبيعيه، ليش عود حالي على الموضوع هذا وسهل امتصاصه. الشيء الثاني بعد حبه الحديد عندي اياها اي شيء قرن فليفله هالقد قده زودت امتصاص الحديد بهي المكمل بشكل كثير رهيب. ماده الفوليك اسيد اللي بتاخذها الحوامل رائعه جدا، لها مصادر رهيبه طبيعيه، لكن كمان اذا دعمت مع مكملات الحديد رائعه جدا. عالم الحديد وقت بينقص يا جماعه في عندنا مشكله احيانا احد انواع نوع الفقر الدم الحديد بيدمره دمار شامل، يقروا عن حالته لانه مو كل احيانا حالات فقر الدم هي بترتبط بالحديد، ممكن تكون مرتبطه بالشعر وقت بيتلف والاظافر والامور هي كلياتها. اول شيء روح على البيضه، البيضه غذاء متكامل لشعرك من اقوى المكملات الغذائيه للشعر والاظافر. بعد اذا ما لقيت حاسه انك تحسن عندي فحص فيتامين د المكملات الغذائيه، مو اني صفصفها مثل القضامه، انا ادور على الشيء اللي ناقصني، ناقصني باخده كعنصر مفرد، مو اخذ مجموعه عائله مشتركه في شغل كلوي وكبدي مشان نقص عندي اياها زي كذا عضو مشان انا ظبط عندي اياها. نحن بنظبط الواحد من عشره وبنترك التسعه من عشره اللي الله كملنا اياها. هي عالم المكملات الغذائيه عالم فظيع، لذلك بدك تعرف تقرا عن حالتك، تعرف شو ناقصك، مو تاخده بشكل عندي عندك عرض وانت ما بتعرف انه هذا ناقصك ولا ما ناقصك، مو تحذير مع احترامي لانه كمان صارت التحاليل مكلفة بهالأيام، فالإنسان صاير عنده يعني يحذر على حاله بيقول ناقصني ناقصني كذا ناقصني كذا. أنا ما بلوم العالم على فكرة لأنه الوضع الاقتصادي عالم التحاليل عالم مكلف، وأنا أقول لك هي بس أما إذا شايك عرض شديد جدا وفي دكتور بخاف الله فيك بيعطيك تحليل واحد أو تحليلين، وأنا مع إنه الدكاترة اللي بتخاف الله بدقة التحليل إنه بيعرف انه هذا مو عرضه، ليش يكتبوا مليون تحليل؟ تماما يعني هي صارت تجاره صراحه بالنهايه. صحيح. ولكن اليوم ما فينا ننكر انه كل ما شاف الدوله موجود فيها المخابر ونحن قادرين انه نروح نساوي التحاليل اللي نحن بحاجتها اللي ناقصها، يعني سبحان الله فراسه بسيطه تماما باقل حد ممكن، ولكن نحن بنهايه كل الموضوع نحن نرجع دائما للاخصائي او للدكتور يلي مشرف على حالتنا، ما نوصف نحن لا التحاليل الخاصه فينا لحالنا ولا حتى الادويه ولا الفيتامينز ولا المكملات الغذائيه.
هي نحن بحاجة دائما لا طبيب مختص ليقيم الحالة. ودائما مثل ما ذكرت يعني سواء نحن ما قدرنا نروح على العيادات الخاصة أو الأماكن الخاصة كرمال نحل المشافي المشافي الدولة موجودة دائما والمخابر موجودة، اغلب التحاليل الاكيد يلي نحن بحاجتها موجوده. ما صفي بنهايه فقرتنا غير انه نتشكرك ونتشكر وجودك معنا وكل المعلومات القيمه يلي قدمتينا اياها. شكرا كثير لك دكتوره، نورتينا ودائما تعطينا معلومات قيمه. شكرا كثير.